راح اعمل اكثر تجربه غريبه سويتها في حياتي لحد الان. ابتداء من اليوم لغايه 7 ايام راح نصحى من النوم ونروح على السريع على الحمام البارد. راح نتحمم بمي زي الثلج. راح نحاول نعرف ايش الفرق بين اول يوم وسابع يوم. توكلنا على الله. يا اخي ليش التعذيب يا اخي؟ مش عارف. بس قبل ما نتعمق ونغوص بتجربتنا اليوم لازم مع بعض نعرف مين هو هيم وولف. بتاريخ 20/4/1959 ولد هيم، وهو من الجنسية الهولندية وعمره حاليا 64 سنة. وهذا الشخص مهتم بأربع شغلات رئيسية في حياته: سباح ومجازف ورياضي ومتحدث تحفيزي. عنده إنجازات ضخمة وكبيرة لدرجة أنه حقق 26 رقم جينيس. تتخيلين يا جماعة شو معنى 26 رقم جينيس؟ بال2007 اتسلق قمة إيفرست كاملة 76 كيلو بشورت فقط. انت ممكن تحكي اوكي يا جماعة قمة إيفرست درجة الحرارة فيها بالسالب. بال2008 ظل قاعد تحت التلج ساعة و52 دقيقة. نفسه اشي هيك ينهي له حياته. غريب يا اخي. وهذا الشخص بيحب يتحدى نفسه بالبرد لدرجة انه بالدائرة القطبية الشمالية بفنلندا مشي مسافة 42 كيلو بالشورت فقط بدرجة حرارة سالب 20، واخذ معاه الموضوع 5 ساعات. هذا الشخص اشتهر كثير اخر فترة لدرجة انه الناس صارت تسافر من البلدان تروح عنده على البيت عشان تجرب نظام الحياة اللي هو عايشها. ومن هون طلعت فكرة انه يؤلف كتاب سماه رجل الثلج، بيعرض فيه أساليب التمرين تبعته وطرق حياته وطرق التنفس اللي هو عايش فيها. بس استنى 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 شوي، مش دايما الحياة بتكون حلوة معاه. فهيم وولف في أحد الأيام توجهت له انتقادات جدا كبيرة بسبب وفاة 4 أشخاص جربوا النظام اللي هو عامله، النظام اللي احنا بنجربه اليوم. راحت علينا كثير. في خطوات لازم تعملها قبل ما تعمل أي تدريب من اللي هو حاطهم. فما بعرف ويم هوف. من هون كان لازم اتخذ قرار جدا صعب في حياتي واني ابلش هذا التحدي مع اليوم الاول، فالله يستر. بس استنى 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 استنى، حاول انك ما تتهور وما تنزل تحت المي الباردة فجأة، لانه هذا لا سمح الله ممكن يؤدي لمضاعفات احنا بغنى عنها. من هون بدنا نستنى شوي ونصلي على النبي ونرجع شوي لورا لعند ويم هوف. لما ألف كتاب رجل الثلج حط قواعد معينة عشان تقدر تتحمم بالمي الباردة، والقواعد هاي كالتالي: اول ما تبلش تجربة الاستحمام بالماء البارد لازم تبلش هذا الاشي بالتدريج. فاللي حاول يشرحه ويم هوف انك بدك تنزل تحت المي الدافية، وكل 15 ثانية بدك تحاول تبرد المي لبيت ما توصل للبرودة لما تنزل من الخزان مباشرة على جسمك. الاشي المهم نعمله خلال تجربتنا هاي انه بدنا نقيس الوقت اللي منقضيه تحت المي الباردة. ليش؟ لانه ويم هوف حط قاعدة معينة بتحكي لك انه باليوم الاول لو ظليت 15 ثانية تحت المي الباردة هذا اشي يعتبر جدا ممتاز، ويوم عن يوم بدك تزيد 15 ثانية. فمثلا اليوم الأول ظلينا 15 ثانية تحت المي، باليوم الثاني بدنا نزيد 15 ثانية أي ما يعادل 30 ثانية، باليوم الثالث 45 ثانية، وراح نستمر على هاي الحسبة. فهدفنا لليوم الأول ننزل تحت المي ونحاول نسيطر على هدوءنا. بالبداية بلشت بالمي اللي تعتبر دافية، بعدين شوي شوي صرت أبرد المي لبيت ما نزلت المي مباشرة من الخزان على جسمي. بالبداية جسمك بحاول يقاوم هذا الشعور لدرجة إنه بتحس حالك بدك تدوخ. نجحنا بالمهمة الأولى وصلنا 15 ثانية، وبالعكس احنا زدنا عليها لمدة 21 ثانية، فهذا يعتبر رقم جدا ممتاز كأول تجربة. أول اشي جماعة قمت من النوم متكسر
مش طايق حالي، اجبرت نفسي اني ابلش بتجربة اليوم. يذكر انه اليوم بالاردن درجة الحرارة 18، فيعتبر الجو بارد. شو حاسس بعد؟ فيني طاقة، راح مني شعور المزاجية، التوتر، الاكتئاب، فيني طاقة اني اشتغل واصور، فشكل تجربة اليوم راح يكون فيها فوائد كبيرة. هيك بنكون خلصنا اليوم الاول من هذا التحدي. كملت اليوم وانا مصحصح. اللي صار معاي انه اخر الليل انعست واضطريت اني انام بدري. اليوم الاول كان جدا ممتاز. اليوم الثاني من التجربة صراحة مش متحمس ابدا، كثير بحب اني اتحمم مي دافية. بالنسبة لي تجربة اني اتحمم مي باردة فجأة هيك بلا سبب تعتبر نوعا ما مزعجة بالنسبة لي. مع بداية اليوم الثاني كان هدفنا الاساسي انه نظلنا موجودين تحت المي الباردة لمدة 30 ثانية فقط. لكن احنا طولنا تحت المي لدرجة انه وصلنا دقيقة وعشر ثواني، هذا يعتبر اشي كثير ممتاز. المرة هاي كان شعوري صراحة أحسن من امبارح. الإشي اللي بيساعد كمان درجة الحرارة اليوم أحسن بكثير. اليوم درجة الحرارة 26، فهذا إشي كثير ممتاز. الجو حامي. ذكرت شغلي يا جماعة، في وانت بتتحمم أول ما تنزل عليك المي الباردة في هيك شعور غريب بصيبك إنه هيك لما ترجف هاي الرجفة يا جماعة بتعطيك نسمة غريبة بس تطلع. يعني أنا هلأ أول ما طلعت حسيت بشعور غريب مع حرارة الشمس، في طاقة في طاقة. اليوم من خلال تجربتنا لثاني يوم مزاجي رايق، جد في فرق. بنشوفكم بكرة. ومن هون كان لازم ننتقل لليوم الثالث. الهدف الأساسي باليوم الثالث إنه نوصل 45 ثانية فقط. لكن كالعادة احنا تعودنا على المي لدرجة انه صرنا نجيب ارقام عالية، دقيقتين وثانيتين، جدا جدا ممتاز. طبعا يا جماعة درجة الحرارة اليوم ساعدت كثير اني اعمل تحدي. اليوم درجة حرارة 29. بروح على الدكان، تعالوا افرجيكم شو راح ناكل اليوم. كملت اليوم بشكل عادي، طلعت مع صاحبي، اكلنا اكل صحي. طبعا هو اكيد ما اكلش اكل صحي، مبين انه باكل بروستيت. النشاط كان جدا ممتاز خلال اليوم، ومن هون كان لازم ننتقل لليوم الرابع. اليوم درجة حرارة تقريبا 29، فهذا يعني انه المي ما راح تنزل كثير باردة، فاليوم ما راح نتغلب كثير بالتجربة. في اليوم الرابع كان هدفنا الأساسي انه نواصل تحت المي الباردة لمدة دقيقة كاملة. السلام عليكم يا الربع. يعني شعور المي الباردة ولا اشتود عليه؟ مش ممتعة، بس اثارها من الناحية الجسمانية جدا جدا ممتازة. صلى على النبي، صلاة على النبي، صلى على احكي ما شاء الله، قول ما شاء الله. تعال احكي لكم شغلة، وزني 77، ضعفان اكثر من 21 كيلو. زقفة زقفة انت وياه. استنى شوي، ليش بعذب بحالي؟ شو الممتع باني اعذب حالي بالمي البارد؟ وموضوع مؤذي زي هيك لازم يكون فيه له فوائد بتستاهل اني اتحمل المي الباردة. فجاهزين معاي ل 43 ثانية من الفوائد لاستحمام بالماء البارد؟ 3 2 1 انطلقنا. احد الفوائد الكثير ممتازة لما تتحمم بالمي الباردة زيادة النشاط واليقظة. هسا انا فهمت شو معنى يقظة، ما فهمتش يعني نشاط. لما تنزل تحت الدش البارد جسمك بصير بده يقاوم درجة الحرارة القليلة هاي ويرفع درجة حرارة جسمه او يحافظ عليها، بتصير تاخذ نفس. بعد دقيقة جسمك راح يتعود على المي الباردة. اذا جسمك زاد فيه الاكسجين راح يزيد فيه النبض، وبالتالي راح تزيد فيه الطاقة. يضبط شعرك، بشدلك البشرة، خفف التوتر، الاكتئاب، لدرجة انه في شغلة راح تنصدموا منها للناس اللي عاملة دايت، الحمام البارد بحرق الدهون، لانه جسمك بصير بده يحاول يحافظ على درجة حرارته، فبصير يحرق من الدهون الموجودة داخل الجسم. بس طبعا اشي اكيد ما بيحرق دهون بكميات كبيرة. فبالنسبة لك هل راح تتحمم مي باردة ولا لا؟ احنا هيك قطعنا شوط كبير بتجربة اليوم من خلال 4 ايام، واخر 3 ايام هم اهم 3 ايام بالتجربة. احضروا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا شو صار معاي باليوم السابع. Cuando... ¡Ah!
اليوم الخامس. اليوم شو حاولت اعمل؟ صحيت من النوم مباشرة تحممت بعدين جيت ايش صلاة الظهر. الاستحمام بالماء البارد في راحة نفسية غريبة، المي الباردة تخليك تنشط، المي السخنة لو بدك تاخذ حمام عشان تستريح وعشان ترخرخ ترخرخ عضلاتك، بس انا بدي اصحى الصبح عشان اتنشط. لحد الان 6 ايام ممتازات جدا وفيهم طاقة وحيوية في طريقة ما بتتخيلوها. الخطة اللي بتحطها ليومك اذا ما كان فيها 5 بريكات تصلي فيهم الغي الخطة وارجع حط واحدة بدالها لانها خطة فاشلة. اخر شيء تكسره. وهيك بنكون وصلنا لآخر يوم وأهم يوم من خلال تجربتنا لهذول 7 أيام. آخر يوم بالتجربة كان لازم نظلنا تحت الدش لمدة 1 دقيقة و45 ثانية، وللأمانة كان أكثر يوم بستمتع فيه لأني أخذت على المي الباردة. الحمد لله قدرنا نخلص التحدي هذا. بالفقرة اللي حكيت لكم عنها عن فوائد الاستحمام بالماء البارد اغلب هاي الفوائد كانت صحيحة 100%. شو حسيت قبل؟ كنت اصحى متكسر تعبان، بظني طول اليوم حاس بخمول، ما في نشاط اني اشتغل، مزاجي مش رايق، متوتر عشان شغلي، في خلل بالتفكير مع القليل من الاكتئاب، رشة اكتئاب. بعد بتنشط، تفكيري بتحسن، مزاجي بيروق، بصير رايق يا اخوان، بصير امزح واضحك. كمية طاقة بتتجمع براسي بعد الاستحمام بالماء البارد بطريقة ما بتتخيلوها، انه انا بدي اعمل واسوي واشتغل، بحس في كمية باور وطاقة براسي غريبة. الاكتئاب ملوش مكان. في شغلة غريبة كنا نعملها خلال فيديو اليوم اللي هو اصور حالي قبل وبعد، ممكن ناس تتساءل انه سامر ايش اللي بتسويه قاعد، مش فاهمين. سبب اني بعمل هذا الاشي عشان الاحظ تغير على بشرتي بسبب انه انا بشرتي دهنية ومرات كثير بتكون متحسسة. فمثلا راح نقارن بين اول يوم واخر يوم بهاي التجربة عشان نشوف بالوجه اذا راح يتغير علينا اشي ولا لا. السؤال اللي بيجينا انه هل سامر راح تستمر بهاي التجربة؟ لما اكون محتاج باور راح اتحمم بمي دافية، وتدريجيا اخر تقريبا 5 دقائق بالحمام راح اتحمم مي باردة لانها بتعطي باور بطريقة مش طبيعية. خرافي، عن جد خرافي. الايام الجاي كلها تجارب وتحديات غريبة وعجيبة، فعشان هيك كمان راح تكون الكومنتات بايدكم عشان تختاروا ايش هي هاي التحديات، وبنفس الوقت راح يكون في تحديات بيني وبينكم على انه نوصل كل فيديو عدد معين من الكومنتات. ففيديو اليوم راح يكون التحدي تبعه انه نوصل 1000 كومنت. معاي ولا مش معاي؟ ادعموا القناة سواء بالاشتراك او من خلال ميزة تشكرات او من خلال الانتساب، وكل حدا بدعم القناة ان شاء الله خلال الانتساب او ميزة تشكرات راح ينذكر اسمه بنهاية كل مقطع ابتداء من المقطع الجاي.